قصة حب استثنائية. نحاولوا نتبعوا حكاية ضيوفي، ما نعرفش يمكن جزء كبير من المشاهدين عقلوكم تعديتوا وعملتوا ضجة كبيرة ياسر في برنامج عندي ما نقول لك أحسنه عصفورته، فهمتني ولا لا؟ أحسنه عصفورته. كيف قدمت الحلقة حكيت على روميو وجولييت وعنتر وعبلة ونسيت أحسنه عصفورته، والله ما للي للكعبتين ولا ثلاثة من الناس اللي يمكن يتفرجوا فينا الليلة وما يتفكروش حكايتكم، نشوفوا التقرير هذا. تحبوا أحسن ولا إيه ولا لا؟ أي تحب تأخذه؟ تحب تعرس به ولا؟ أنا ما نجمش نقوله نحب ناخذه كان. علاش؟ علاش؟ مجتمعنا. لا علاش؟ فماش مرأة في الدنيا تقول رجل نحب ناخذك؟ فما ها؟ زعما فما. علاش لا؟ زعما أنا نعرفش فما نعرفش طلب شرعي هذا وقانوني، تنجم المرأة تقول الرجل نحب ناخذك. ها؟ أنا بعد اللي صار وهيك بلادنا وهيك حلاوة مجتمعنا، بالعكس أنا والله قداش من مرة ريت المرأة تقول والله نحبوا الرجل هذا ونحب ناخذ. أنا مع صبري، أنا مع صبري هذا الكل، ومع اللي ضحيته معاه ومع اللي صار فيا الكل. من حقي كوني نقول هالكلمة هذيك. مرحبا بيك سحسان. مرحبا بيك سحسان، تفضل. مرحبا بيك سحسان. في برنامج عندي أول واحدة شك فيها هو أنا. ديجا طلبني توش، بعث له ميساج وقلت له أنا ما نعيطلوش يا حسن بالكل، ما اسمعهاش ممكن من فمي جملة، نعيط له كان يا حبي. وهو عمره ما قال لي يا بايا، ديما عيط لي كان عصفورتي. صحيح ولا مش صحيح؟ انا مانيش جايه باش يعني باش الناس الكل تتفرج فينا هكايا، و انا وصلت لدرجه كوني نحب نعمل حل، نحب نحي عهد على اكتافي، اعطيته لك من 8 سنين التالي، وما نحبش نبعد عليك في نفس الوقت. الناس الكل تعرف ماخذتنا، محبتنا تعرف، خطبتنا تعرف، كل شيء. وديجا هو في يوم من الايام قال لامي، قال لها لو كانت تخلي بيا تخطبني انا ولد خالي، وقال له كانت لو كان بيا تاخذ هذا ولد خالي نقلت لها نحبك وما زلت نحبك. يا حسن تحبها ولا ما تحبهاش؟ حب. ها؟ حبها. قرار مصيري يا حسن قدام الناس الكل وقدام عائلتك وعائلتها، وحتى عائلتك بعد ما تشوف هذايا راه فما برشا حاجات نجم تتغير وتتبدل. إذا كانت تحب المرأة هذية بالحق، عمرك 41 سنة الساعة ما عرستش على خطرها هي، وهي عمرها 32 سنة وما عرستش، قداش من مرة أنت باش تقعد تملك وتفلبز وتخطب وتعاود وتعاود وتستنى فيه يا خويا؟ هاي قدام الفرصة هذية راه ما توفرش فيها، معناتها ما توفرش ديما. هذه الفرصة الوحيدة والأخرانية الليلة الفرصة الوحيدة والأخرانية باش تاخذ قرار، على خاطر شوف سعادتك مهمة زادة والعائلة بتاعكم مهمة. الليلة تاخو قرارك المصيري. المرأة هذه اللي عندك معاها 14 سنة كاملة تستنى فيك وتستنى فيها، المرأة هذه عندك استعداد تواصل معها وتاخوها، يتحل الريدو. المرأة هذه تواصل معها وتاخوها، إذا كان ما يتحلش ما نحبش نكمل الجملة. حل الستان انا نحب تصفيقه كبيره مش عليكم انتم. استنى من فضلك باش نعطيو لكل واحد حقه، خاطر في الكواليس التالي فما ثلاثه صغيرات ربي يفضلهمكم، ثلاثه نورات فريمون موجودين في الدنيا هذه بفضل علي شابي، خاطر مرافعه مسكين بس فما ثلاثه نورات قاعدين. كان مش علي شابي راه ما همش موجودين ولا انا غلط هكا ولا لا؟ يا حسن الراجل ولا بريسك مرافع عملها مسكين بشقن هكا باش تحل الستار، عائلتك كانوا رافضين حسن وقتها. علاش الحاجه بالمكتوب هي الساق بالكل شيء؟
يعني حاجات قديمة هكا تعرف العائلات يعني خصنا القراب ديما تقع بيناتهم شوية مشاكل. معناتها انتوما بالحق كما روميو وجولييت على خاطر المشكلة اللي انتوما تحبوا بعضكم أما عائلاتكم هما اللي همش متفاهمين. معناتها هذه مع شكسبير معناتها روميو وجولييت هذا هو. أنا علاقتي تطورت معاه ما نجمش يعني الرخبة ولا نوخر يعني عليها وكل زي ما ديما نقدم وكاو مالجري يعني أنت شفت وصلت لاج 41 أنا كنت نجم عطل 27 و 30 كنت نجم وديجا اختبط وكل شيء وبرشا علاقات عملته برشا حاجات فهمت فهمتك و... أما أنا بقى ديما خطر الواحد ثم ربي الواحد يخاف ما حتى من ربي أكل واضح بعد مشو ثاني الواحد يعطي وعد ولا لكما جيتش مثلا أنا شد فيها صحيح وجات مثلا هي مشي متمسكة بي وكل شيء أنا راني قصيت العلاقة يعني تقول أنت بليطار هكا ولا أما الواحد يشوف حتى يشوف حتى الرب سبحانه معناها بقت قديش 13 ولا 14 وبعد باش ما عارف يا وين كاو يزم يقول أنت يقول أنت أنا كسرت قاعدة سنة سنة راك أنت قاعد تحكي صديقي يكونش عليك عامل تضحية الجسام أنت نورمالمون كارك ترحم على والدينا وعلى والدين على الشابي اللي بريسك بالكف عرسنالك جبت ثلاثة صغيرات وثلاثة نورات ومدام ربي وصل بالسالم على خاطر الرابع في الثنية وانت توا قاعد غاطس في السعادة للشوشة فهمتني ولا لا خاطر أنت حشام وما تحكيش برشا أما أنت أمورك أكثر من اللي باية هكا ولا لا الحمد لله شوف يا سي سامي اخوي بعد كامل حاجه عملها عن قناعه الساعه اول شيء اي ثاني حاجه يعني كل شيء بعد يتصلح بشوي بشوي يتصلح به خاطر مش سهل راهو انت زوز عائلات ماهوش متفاهمين وتجي انت تعمل عن كيف هكا مش سهل راهو في وسط مش وسط يعني عادي راهو اي وسط نتصور انتم في بلاد صغيره و لا وسط تفكر يعني وسط الحكايه ومشاكل كبيره ما بين زوز عائلات وسط محافظ يعني وجاك تقول انت يعني بين القراب هذه ما تتفضش اما بيا انت كنت شجاعه اكثر منه معناتها على خاطر انت كما قلنا احنا اتحدى العالم كما يقول صابر الرباعي معناتها تحديت والله مش حبيت نتحدى اما حبيت نشوف حل خاطر هو وقتها حتى بوان فينال ووقف فهمت حتى بوان فينال وقف العمر سي تعدى واثروا عليه دارهم يحبوا ياخذ امراه وتبارك الله 41 سنه كان مشيخ ومراه اخرى هو وقتها وخطب وملك وخطب ما تخليش احنا بلبزنا له مليك وقتها لا 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 بلبز مليك وقبل هو بلبز مليك وقبل اما من بعد عاود خطب واحده اخرى لا يعني عرفوه فهمت كيفاه كل مره يجيبوا له واحده كل مره هذه كل فهمت كيفاه فهمت كيفاه ويمكن الامور ما مشاتش مع النساء الاخرين خاطرك انت موجوده في مخه ولا انا نوصل نكلم حتى اللي يمشي يتعرف عليها ويخطبها نوصل نكلمها في التليفون ونحكي له اي شنو تكلم شنو تهددهم شنو لا والله لا نحكي معاهم نحكي معاهم شنو تحكي تحكي معاهم تقول نحكي معاهم ونقول لها كان ما في بالكش بعلاقتي معاها والانسان هذاك راني نحبه اي والله العظيم وكان هما يعني يتفكروا ويتفرجوا فيا يسامحوني على خاطر انا حكيت ليه انت كي تحط حاجه ما بين عينيك على خاطر انا ملي صغيره انا هو ولد عمي قبل كل شيء ولد عمك هو ولد عمي راسي صار هما الاخوات ما همش اللي متفاهمين بين بعضهم اي وحكاية تافهة يعني ما تنجم تكون كان تافهة ما تنجم تكون تيفها انا متاكد وانها تافهة هي وتكبر وعلى قد ما يتعدى الوقت ما تزيد تكبر تعبيت واضح ما هيش شكل اللي حكاية كبيرة باش فهمت كيفاه وانا ملي صغيرة نعرف احسن معانا في الدار يجينا كاين اخونا فهمت كيفاه فهمت للوقت اللي قال لي فيه راني نحبك ما قبلتهاش انا اول مره ما قبلتهاش خاطر احسن من اللي انا صغيره معانا في الدار صدقني بابا هو الوحيد احنا زوز يعني ثلاثه بنات للاخت الكبيره معرسه واحنا زوز بنات وطفل الوحيد اللي جينا والوحيد اللي بيت عنا والوحيد اللي خليه بابا يعني بيت عنا ما ان احنا بنات ما يشكش فيه وما عندوش من ناحيته الوحيد اللي بيا بعد البرنامج شنو اللي صار
والله بعد البرنامج يعني شنو كانت ردة الفعل متاع عائلة حسن بعد البرنامج؟ بتبيع أم وبوها رفضين يعني الموضوع هما تغشوا هما من البرنامج؟ هي بتبيعها تغشوا بالك تغشوا خاطر ما هم شكل مثلا بشي بشي هما رفضين رفض تام ريت رفضين رفض تام تام وبعد البرنامج زادوا تغشوا معنا اوكي تلفزة وفي الشارع كي العباد تكلمهم وكل يزيدوا يتغشوا اكثر معناتها لو البارح رينا ولدكم وكذا وكذا ولا صار فينا بالحق صار فينا بالكدا بالكدا وانت داركم زاد تغشوا دارنا اخويا اخويا هو عنده الحق راهو في التلفزة وهو نعرف شويه والله يقعد يقعدوا انتم كيما لحمه الكرومه متاكله ومذمومه كان مش التلفزه التلفزه راه ما عندكمش اربع صغار لا والله لا انا كان مش عرفتها ماهوش مكتوب هو ومش التلفزه هي اللي خلتني انا نمشي لها وممكن حسيت اللي البرنامج هذاك هو اللي باش يشوف لي حل في حياتي ما نمشيش مع اني ممكن ثلاثة شهور ولا أربعة شهور وانا نجي نقرر باش نبعث المساج ونقول فك عليه ونخاف نخاف نشكر وحده برك بنت خالتي نهار اللي بعثت المساج انا روحت من الخدمه ولقيتها فم في دارنا هي تعرف حكايتي بالكدا بالكدا حسيلو روحت لقيتها في الدار لاباس اش عامله وينك وين وحسن قلت لها وين قالت لي امشي للتلفزه امشي لعندي ما نقول لك والله يا زين خرجت من البيت اللي احنا فيها وطلعت للسطح بعثت الميساج ومن الميساج هذاك سبعة بتاع الصباح كلموني فهمتك والله العظيم ومن الميساج هذاك بدات الحكايه وكما الامير والاميره ولا الامير والراعي ولا اللي تحب بنتي ولا سندريلا وكذا وفي الاخر عرسوا وجابوا برشا صغار الحمد لله هكا الحمد لله كنا عليهم الحمد لله باش ناخذوا راي الاخصائيين في اللي تقال الكل وباش نتعرفوا على قصه الحب الاستثنائيه اللي قاعد يعيش فيها الفنان والممثل والمخرج والسيناريست وشنو اخر يا اخي كلهم عاطف بن حسين بعد هذا الفاصل